السلاح اللي استخدم في محاولة اغتيال ترامب فيه اهتمام كبير فيه كمان. آخر المعلومات توصلت لأنه السلاح اشتراه أبو المهاجم وبصورة قانونية. أما النوع فهو بندقية AR-15 النصف آلية، واللي معروفة جدا في أمريكا على أنها البندقية المفضلة في عمليات إطلاق النار الجماعية، ومعروفة كمان بأنها بمثابة دمية باربي للرجال، ومن أكثر الأسلحة شعبية وشيوعا في أمريكا. ويعتقد أنه في عشرات الملايين منا بين أيادي الناس، ويعتقد أنه واحد من كل 20 شخص عنده منها. شعبيتها بتعود بحسب عشاق هذا السلاح لخفة وزنها نسبيا تقريبا 3 كيلوغرام. استخدامها سهل، ممكن يتعدل عليها ويضاف ملحقات لها يعني، وهكذا. الناس بيحبوها لدرجة أنه مشرعين بيسموها البندقية الوطنية للولايات المتحدة. وليه بنقول أنها المفضلة في عمليات إطلاق النار الجماعي؟ لأنه إحصائيات الأسوسييتد بريس بتقول أنه 10 من 17 إطلاق نار جماعي اللي صاروا من 2012 لليوم استخدمت فيهم هذه البندقية. وموضوع البندقية بياخذنا طبعا لجانب آخر قالب الدنيا من وقت محاولة اغتيال ترامب، وهو الموضوع الأمريكي الجدلي الأزلي اللي هو الحق في حمل السلاح. طبعا للتذكير، حق حمل السلاح بيكفل الدستور الأمريكي للبالغين، بيدعمه بشكل كبير الجمهوريين، بيشوفوه حق دستوري، النقاش في أمر غير وارد. في المقابل الديمقراطيين بيسعوا لتقنين الموضوع ووقفه، وبيشوفوا خطر، وهذا خلاف أزلي بين الجانبين حقيقة. يعني حمل السلاح وحق الإجهاض ملفين أزليين بين الحزبين. عموما الناس المعادية لترامب شايفة في اللي صار له كارما، لأنه هو أكبر داعم لحمل السلاح وتعرض لمحاولة اغتيال، والمؤيدين لترامب شايفين المقارنة أصلا لا تصلح، وأنه هو مع حمل حق السلاح، ولكن مو معناها أنه مع أنه يعني نهاجم أي واحد مختلفين معه. طيب خلينا بما أنه بنتكلم أيضا عن موضوع السلاح، وبما أنه الأخبار بتتحدث كانت أنه طلع السلاح اللي قام بمنفذ الهجوم هو سلاح مستخرج بشكل قانوني ويملكه والده. والده الآن في أول تصريح له لأول والد منفذ محاولة اغتيال ترامب، أول تصريح له بيقول أحاول معرفة ما حدث. فيبدو أنه حنسمع المزيد من عن هذا الموضوع والمزيد من التفاصيل، خاصة بعد اكتشاف أيضا متفجرات في البيت. على العموم نعود طبعا، والسيارة أيضا اللي كانت في المكان الإيفنت. نعود لضيفنا من هيوستن الباحث في الشأن الأمريكي أحمد الحنطي. أحمد أهلا من جديد. موضوع حكاية هذا حمل السلاح والآن حيرجع ثاني للواجهة وحيصير محل نقاش، لأنه الآن برضو رجع ثاني مولع الموضوع بينهم. إيه طبعا، يعني موضوع حمل السلاح هذا موضوع جدلي يعني، ويثير باستمرار يعني صراعات بين الحزبين، وكل يعني كل طرف متمسك برأيه بشدة جدا. ولا يعني خلال يمكن 30 أو 35 سنة الأخيرة كان دائما يعني الانتصارات القانونية لصالح يعني مؤيدي إطلاق حق حمل وتداول الأسلحة. لا أعرف إذا كانت هذه يعني الحادثة ستغير شيء، لأنه ليست حادثة فريدة. إطلاق النار العشوائي يحدث كل يوم في أمريكا. العنف السياسي متأصل في التاريخ الأمريكي، يعني تاريخ الاغتيالات السياسية في أمريكا ضخم جدا ومخيف جدا. يعني فقط في آخر يمكن 3 أو 4 سنوات حدثت أربع محاولات اغتيال كبيرة فقط في 4 سنوات. يعني نتكلم على مايك بنس وغريتشن حاكمة ميتشيغان ونانسي بلوسي، واليوم ترامب. هذا فقط في من 2020 إلى اليوم. لو نعود في التاريخ يعني هناك 4 رؤساء ماتوا أثناء رئاستهم مغتالين. أيوة، بس هي الفكرة يعني الآن الجدل حيرجع على موضوع أنه أنتوا يا الجمهوريين بتدعموا حق حمل السلاح، وهذا اللي بيصير خطأكم أنتم وما إلى ذلك، في حين طبعا الجمهوريين يعني فكرتهم أنه أكيد هذه جرائم وما إلى ذلك، بس ما يعني ما حد قال لهدول أنه يمسكوا هذه الأسلحة ويروحوا يقوموا فيها بجرائم. وبعدين هدول إذا حيقوموا بالجرائم دي أكيد محتاجين سلاح. يعني
يعني السؤال، هل هذا المجرم لو كان هناك فعلا تشديد في قوانين حمل وتداول الأسلحة، يعني الحصول على السلاح أو حمله، لو كان هناك تشديد هل كان سيمكنه أن يحصل على سلاح أم لا؟ غالي يعني، قد في بداية الحدث كنا لا نعرف، الآن نميل إلى أنه فعلا يعني لو السلاح مشترى بشكل قانوني من قبل أبوه سرقه من أبوه، لو كان هناك تشديد لربما لم يمكن ذلك. اي بس قد ايش اصلا، طيب سيبك من الموضوع، قد ايش هو يعني جدلي وانقسامي بين الاثنين، قد ايش هو زي ما بيقولوا يعني انه بس كده اللي الشيء اللي جالسين بيتعاركوا عليه انه حاطينه كده زي عارف في الواجهة يعني، بس انه الحقائق والاشياء الخلافات مختلفة. ما فهمت السؤال. يعني الآن في اللي صار دحين مع ترامب تحديدا، يعني صاروا بيرجعوا موضوع السلاح والجدل حول حق حمل السلاح وما إلى ذلك، بس يعني لو تفكر فيها في الموضوع، يعني هي فعلا زي ما ذكرت أنت حادثة، طبعا أنه حادثة في حق مرشح للرئاسة الأمريكية ورئيس أمريكي سابق، ولكن مش ضروري أنها مرتبطة بفتح هذا الجدل الأزلي بين الحزبين. يعني أنا يمكن ليلة البارحة ما لاحظت أنه أحد من يعني من كبار الديمقراطيين فتح الموضوع، ما أدري إذا كان فتحه اليوم، لأنه فعلا المسألة حساسة أنه يكون منافسك تعرض للاغتيال، صح، وبدل لا من أن هو تؤمن يعني تبدأ تعاطف معه تروح تتكلم عن موضوع ثاني قد يحسب صح، عليهم، لكنه أيضا كل الطرفين سيحاولون استغلال القضية سياسيا لمصلحتهم يعني ايه لتحقيق أكبر فائدة، سواء ترامب أو يعني الديمقراطيين بشكل عام. ايوه لا هو ما طلع احد رسميا، احمد اتكلم مثلا من كبار الديمقراطيين او احد له منصب رسمي في الحزب الديمقراطي، ولكن المناوشات بين مؤيدين هذا الحزب ومؤيدين هذا الحزب هي اللي جالسه، يعني كل طرف بيحاول يلاقي شيء يرد فيه على الطرف الاخر، زي ما قلت لك اول في الفقره السابقه انه مثلا 6 يناير الان لا تكلمون عن 6 يناير الان عندنا نحن اللي صار في المناظرة، الآن عندنا اللي صار مع حادثة اغتيال ترامب، فهذه كلها أو محاولة اغتيال ترامب. هذا كل نعم هذا كله يعني سلوك طبيعي متوقع، نعم مثل ما قلت كل الطرفين سيحاولون استغلال الحادثة بالفعل لصالحهم، يعني سواء ترامب سيحاول استغلالها لصالحه والديمقراطيين سيحاولون تقليل يعني مدى استفادته منها، هذا شيء متوقع يعني بالذات بالنسبة لترامب انه يستغلها لصالحه، يعني اذا كان هناك شخص يحاول يعني ازالتك من الوجود فابسط حق لك ان تحاول تستفيد من الحادثة. ايه بس يعني في الموقف هذا كله الديمقراطيين متورطين، يعني مع اللي بيصير مع بايدن والفشل في المقابلات والفشل في المناظرة وبعدين جات هذه الحادثة كمان، يعني هم في ورطة كبيرة يعني حاليا. يعني أنا أعتقد أن هذه الحادثة يعني لن يكون لها تأثير كبير على الانتخابات. أوف يعني نعم الفكرة وشي، في كل انتخابات يكون لدينا دائما مرشح جديد أو مرشحين جديدين، فبالتالي احنا عندنا الناخبين يمكن تقسيمهم بطريقتين، التقسيم الأول أنك تقسمهم إلى ناخب رأيه محسوم وناخب متردد لم يحسم رأيه بعد، التقسيم الثاني هو ناخب مهتم وناخب غير مهتم اللي engaged و disengaged. المشكلة عادة يكون هناك بعض المهتمين مترددين لأنهم ينتظرون يعني أن يتعرفوا على المرشحين، سواء كان مرشح جديد واحد أو كل الاثنين جدد، يريدون أن يتعرفون عليهم أكثر بحيث أنهم يحسمون رأيهم. في هذه الانتخابات لا يوجد لدينا هذه، يعني عندنا رئيس حالي ورئيس سابق، كلاهما معروفين ومعروفين جيدا وتحت الأضواء منذ سنوات طويلة بشكل مستمر، فبالتالي لا يوجد لدينا مهتم رأيه غير محسوم. المشاعر تجاه ترامب حادة جدا، سواء اللي يحبونه يقدسونه واللي يكرهونه، طيب بس على يعني فكرة يكرهونه بذنوب. أحمد في كثير ممكن يختلفوا معك في هذا الموضوع، لأنه الأسماء الأخيرة اللي دعمت ترامب طلع منهم إيلون ماسك وأكثر من شخص آخرين، هذا موضوع طبعا إحنا حنتناقش فيه في بقية الحلقة، بس يعني برضو هذه أسماء غيرت رأيها، فمو الكل يعني واقف عند الطرفين. أفهم أنه في طبعا كل أحد محسومة بالنسبة له الأمور، بس يبدو أنه الآن بتتغير الأمور على لا العموم. لا بس أنا ما ك... إيه قل لي أنا ما سريعا. كملت فكرتي، غير المهتمين هم اللي ما زالوا مترددين، إيه غير المهتمين عادة ما يبدأ اهتمامهم إلا بعد سبتمبر، من الآن إلى سبتمبر ستنسى هذه الحادثة. ستنسى هذه الحادثة؟ نعم
نعم أذكرك في سبتمبر. طيب حاضر خلاص، الوعد سبتمبر يا أحمد، خلاص نتكلم إن شاء الله. كان معنا من هيوستن الباحث في الشأن الأمريكي أحمد الحنطي، شكرا لك.